إن في الجمعة ساعة، فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية. إن في الجمعة ساعة مع عدل مجيد أمزار. اللهم صل على حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك سيدنا محمد الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة، وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة، وقلت في حقه إجلالا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توجته بتاج الجمال، وألبسته لباس الكمال، وزينته بأشرف الخصال، فاللهم صل عليه وعلى صحبه والآل صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي إن في الجمعة ساعة. إن في الجمعة ساعة، معاشر محبي القرآن الكريم، موعد إيماني روحاني نلتقي كل يوم جمعة. وهدفنا من هذا اللقاء المبارك هو أن نكون ممن يذكرون الله ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم المبارك السعيد الذي هو أفضل أيام الدنيا. يوم الجمعة فيه خلق آدم، يوم الجمعة فيه أنزل آدم إلى الأرض، يوم الجمعة فيه تقوم الساعة وهو عيد المؤمنين، يوم الجمعة فيه ساعة الدعاء فيها مستجاب لا يرد أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الساعة ساعة القبول، وساعة نيل المأمول، وساعة الفرج والفرح، وساعة الفتح والمنح، وساعة العطاء وقبول الدعاء. آمين آمين. والدعاء موصول لمخرجة الحلقة كريمة بن نيكس، وسيرافقكم من الآن وإلى حدود منتصف النهار محبكم في الله عبد المجيد أمزال. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال، وأن يختم أعمارنا بأحسن الآجال، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو مولانا ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أنتم دائما معنا يا سادتي الكرام عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامجكم إن في الجمعة ساعة إلى حدود منتصف النهار. كنا قبل 3 أسابيع توعدنا أن نبدأ إن شاء الله تدبر وتفسير سورة الكهف، واليوم وصلنا للمحطة الثالثة. كنا درنا الحلقة الأولى كانت عبارة عن رؤية عامة لهذه السورة فيما يتعلق بأهدافها، فيما يتعلق بمقاصدها، وعطينا الفكرة العامة ديالها، يعني علاش كتدور هذه الصورة، وعلاش شنو الحكمة من أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توصل كيقول للأمة أنهم يحافظوا على قراءة هذه الصورة المباركة، واللي قدر أنه يحفظ منها شي باركة، أو علاش لا يحفظها كاملة، يجتهد ويحفظها. ثم بدأنا الحلقة اللي من بعد منها، خدينا الآية الأولى من سورة الكهف، والأسبوع الماضي استأنفنا، واليوم وصلنا للحصة الثالثة فيما يتعلق في بتفسير هذه السورة المباركة للمؤمن، يعني مرتبط بها ومتعلق بها. وسبحان الله، يعني الإنسان، طبيعة الإنسان والفطرة دي الإنسان أنه يحب القصص، وحتى ملي كنا صغار يعني الواحد كيبغي يسمع القصص. وسبحان الله، دوك الأساتذة والمعلمين اللي أثروا فينا واللي تعلقنا بهم، واللي إحنا اليوم ما زال كنتذكرهم ونترحم عليهم ونثني عليهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، في الغالب كانوا الناس اللي كيحكيوا لنا القصة
وكيفهمونا وكيوصلوا لنا المعنى. فالقصة يعني كتسهل على الواحد أنه يفهم. فالقرآن سبحان الله ربي اللي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن وعلم القرآن، فعارف الإنسان كيفاش داير، كيفاش داير الطبيعة دياله، كيفاش داير طريقة التفكير دياله وشنو اللي كيأثر فيه كتير. فلذلك قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى نحن نقص عليك أحسن القصص. فكتلقى بأن القرآن الكريم مملوء بالقصص، الصور اللي كيكونوا فيها القصص كتكون صور محبوبة، وحتى في الحفظ كتكون صور سهلة. فأنا كنقول نصيحة للناس اللي كتفكر أنها تحفظ القرآن الكريم وكيجيها القرآن صعيب وكيجيها شاق، وفعلا هو صعيب راه ماشي سهل، يعني يحتاج إلى أن تعطيه من وقتك، يحتاج أن تبذل فيه مجهود، يحتاج قبل هذا وذاك إلى إرادة وعزيمة وإصرار وهمة عالية. لكن كنصيحة أخ ونصيحة محب ونصيحة ديال واحد الإنسان اللي يريد لك الخير، إلا كنت تجد صعوبة في حفظ القرآن الكريم ما تمشيش للصور الكبار اللي فيها الأحكام التشريعية. لا أنصحك أنك تمشي تحفظ سورة البقرة، وهادشي اللي كيديروا أغلب الناس. كيبغي يحفظ القرآن أول حاجة كيدير كيبغي يبدأ بالبقرة فيصطدم بالبقرة فتما يعني تيدير واحد المدة كيقدر يحفظ الحزب الأول أو الحزبين من بعد، ومن بعد صافي يستسلم. فما تبداش بالبقرة، ما تبداش بآل عمران، ما تبداش بصورة النساء، سير بدأ بالصور اللي فيها قصص ديال القرآن الكريم. ياك بدأ بصورة الكهف، حفظ صورة الكهف، سير لصورة يوسف. وكتلقى واحد العدد ديال الناس يعني عاب كسرة لأنهم تيقراو واحد الصورة معينة في حل الكهف مثلا أو صورة يوسف، يعني تلقى راسو مع المدة كيحفظها سبحان الله. فمن الأشياء المعينة على حفظ القرآن الكريم أنك تبدأ بالصور اللي فيها قصص، قصص ديال الأنبياء. ومن الأشياء المعينة كذلك أن حتى في هذه القصص يجب أن أكون يعني فاهم القصة وعارف الحيتيات ديالها والتفاصيل ديالها، فهذا كيسهل علي أنني نحفظها. طيب كنا بدينا سورة الكهف، وصلنا للآية آخر آية وقفنا عندها، هي قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وقلنا بأن هذاك الرعب يعني اللي كيشوفهم يرعب من هيئتهم، ماشي حيتاش الضفار ديالهم طوال وشعرهم طوال ولات الهيئة ديالهم كتخلع وكتفزع، لا. فربي سبحانه وتعالى بحكمته أن هاد الفتية الشباب اللي دخلوا لهذا الكهف فتوقف نمو شعرهم، توقف نمو أظافرهم، توقفت الخلايا في الأجساد ديالهم على أنها تبدأ تكاثر وتنمو وتشكل وكذا. فالشعر وقف، الضفار وقفوا، حتى الملامح ديالهم راه بقوا شباب، راه ماشي فاقوا، لقوا راسهم تجاعيد ولقوا راسهم شعرهم بياض واللحية طوالت وبياضت، لا 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 لا، هادشي كله ما منه حاجة، بقوا في الهيئة ديالهم سبحان الله. ذلك من آيات الله، هذه آية من آيات الله تعالى. ولكن شنو معنيت لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا؟ شنو المعنى؟ المعنى أن ربي سبحانه وتعالى دار عليهم واحد الهيبة، راه تنتكلموا على 300 عام. فأولا أنهم يعني جلسوا ونعزوا، الحاجة الثانية عينيهم مفتوحين، ما كيناش هاتي ما كيناش، الإنسان اللي بغي ينعس يعني خصو يغمض عينيه، خصو يغمض عينيه، هما نعسوا وعينيهم مفتوحة. والحاجة الثالثة أن الكلب ديالهم على الباب ديال ذاك الكهف. فربي ألبس ذلك المكان كل واحد الهيبة، فمجرد ما كيقرب الإنسان أو الحيوان لهذاك المكان يفزع ويقذف الله تعالى في قلوبه الرعب، فما كيقدرش أنه يدخل أو يطل أو يعني الفضول يقول بلاتي نشوف شنو كاين. حتى الحيوانات المفترسة، تخيل كل ما كانش هذاك ذاك الرعب الذي أحاط بالمكان، راه ممكن يدخل شي سبع شي نمر شي ديب شي ثعلب شي ضبع أي حيوان من الحيوانات المفترسة ويجي يدخل وياكلهم. ولكن شوف الله تبارك وتعالى ولملئت منهم رعبا. طيب فإذا المشهد الآن، إلا بغينا نتخيلوا المشهد، فالمشهد كيبانوا لنا فتية جالسين وحالين الأعين ديالهم، الكلب ديالهم على
يعني في مقدمة في الدخلة ديال الكهف، ولكن راهم ناعسين يغطون في سبات عميق، ما عمر شي واحد جا طلع عليهم في هذيك المدة كاملة، لا إنس لا جن لا حية ولا حاجة. ياك تخيلتي المشهد؟ الآية اللي مراها مباشرة: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. شوف ربي كيفاش نقلنا من داك، ما عاودش لنا بزاف ديال التفاصيل. هاي الصورة ديال أنهم ناعسين، وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، وجعل عليهم يعني واحد الهيبة وواحد الرعب باش ما يقرب حتى واحد. ثم نقلنا إلى مشهد آخر: وكذلك بعثناهم. هنا كيصور لنا القرآن الكريم داك المشهد ديال أنهم فاقوا، بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ شحال دوزتوا هنايا؟ شحال دوزنا؟ شحال نعسنا؟ يقال بأنهم يعني بحال قلتي، إلا دخلوا مع الصباح ضرباتهم الفيقة بالليل، أو إلا دخلوا في العشية ضرباتهم الفيقة مع الصباح. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقيل ما نكون نعسنا نهار أو نعسنا قل من نهار أو بعض يوم. طيب لكن ناخذ كلمة كلمة ومن بعد نرجع للتفاصيل. وكذلك بعثناهم بمعنى أيقظناهم. شكون الذي أيقظهم؟ من أيقظهم؟ الله اللي نعسهم والذي أيقظهم. كذلك بعثناهم يعني فيقهم الله تبارك وتعالى. يتساءلوا بينهم، هذه الحكمة هي أنهم غادي يفيقوا غادي يسولوا بعضياتهم شحال نعسنا؟ شحال نعسنا؟ قال قائل منهم: كم لبثتم؟ يعني شحال دوزنا في هذه النعسة هذه؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، راه ربي سبحانه وتعالى هو اللي عارف شحال دوزنا. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الورق هي الفضة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: خير لكم من إنفاق الذهب والورق، بمعنى الذهب والفضة. فهنا لك يقولوا اذهبوا بورقكم، ابعثوا أحدكم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، يعني بديك النقود الفضية اللي كانت عندهم. وهذيك داك الحرف ديال هذه، إذا راه الناس كانوا تاخذوا الأسباب، يعني راه ملي خرجوا أنهم يسافروا ويتركوا المدينة ويهاجروا خوفا على دينهم، راه خداو جميع الأسباب بما فيها أنهم داو معهم داك الشيء اللي قدروا عليه ديال المال، لأنهم عارفين بأنه غادي يحتاجوا الأكل، الإنسان يحتاج إلى المال. فكلمة هذه أو حرف هذه: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف. أزكى أطهر أنقى أطيب أجود، كلمة أزكى كتعطينا هذه الاحتمالات كاملة. أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف، عشان وليتلطف يعني يجب أن يكون لطيفا، بل خصو يتكلف اللطف في المعاملة باش ما يوقعش ليه شي شجار مع شي واحد، باش ما يوقعش ليه شي نزاع شي خصومة مع شي واحد، لأنه ما عارفين بأن أهل المدينة كانوا ناس مشركين، كانوا ناس فجرة وناس فسقة، ناس يعني لا يعبدون الله تعالى، فتوقع منهم أي شيء. فعندك أنت اللي غادي نصيفتك تمشي، عندك تنفعل، عندك إلا قالك شي واحد شي كلمة، عندك إلا شفتي شي واحد يعني مشرك عندك تغضب ولا شي حاجة، وليتلطف غير باش ما نتفضحوش، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، ما يديرش فعل اللي غادي يخلي أن شي واحد يشعر بأنكم كاينين هنايا. ياك فناخذوا الآيات ونحاولوا نتخيلوا الصورة ونعيشوا هذا المشهد اللي كيصور لنا القرآن الكريم.
جدا بعد ما دوزوا ديك المده ديال النوم غادي يفيقوا، ولكن ملي غادي يفيقوا كيف قلنا راه الاجساد ديالهم حفظها الله تبارك وتعالى من البلا، ما بلاتش نهائيا، راه لحمهم راه باقي كما هو، لم يتغير منه شيء، عينيهم بقات هي هي، البشره ديالهم بقات هي هي، الالوان ديالهم هي هي، الشعر ديالهم في نفس اللون، لم يصيبهم الهرم ولا التجاعيد ولا ياك، حتى ان الثياب ديالهم احفظها الله تبارك وتعالى بان ما تعفناتش ولم تتسخ ولم تبلى. راه كنتكلموا على 300 عام يا عباد الله، راه كنتكلموا على 300 عام ياك، الثياب ديالهم حفظها الله تبارك وتعالى لم تتغير، لانه ما باش يقولوا كم لبستم، اذا راه ما كاينش شي حاجه تدل على انهم نعسوا مده طويله ياك. فالله تعالى ايقظهم من نومهم باش يبين لهم القدره ديالو سبحانه وعجيب فعله سبحانه في خلقه، وباش يزيد الإيمان ديالهم ويزيد اليقين ديالهم ويزيد البصيرة ديالهم ويزيد زيد ربي قويهم ويقول لهم أنتم على حق، وهذا القرار اللي درته أحسن قرار درته، وأنتم عبادي صادقين مخلصين. فبدأوا يتساءلون بينهم، ليتساءلوا بينهم كم لبستم، فحسوا بأنهم نعسوا بزاف، شحال هذه المدة لبثنا يوما أو بعد يوم. علاش قالوا يوما أو بعد يوم؟ لأن في العادي في العرف ديال الناس الشيء العادي هو أن الإنسان كينعس إلى طول 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 كينعس نهار 24 ساعة، وإلى طول 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 ممكن ينعس نهار ونص، ولكن راه ما كاينش شي واحد كيقدر ينعس يومين أو ثلاث أيام أو كذا، مستحيل في العقل ديالنا حنا مثلا، ما كاينش، وإلا راه غيبوبة، وإلا غيبوبة مريض. ولكن إنسان طبيعي صحيح سليم سوي راه النعاس إلا وخا يكون فيه العيد ديال ما عرفت شنو، أجي حط راسو راه إلا طول طول في النعاس، إلا وصل 24 ساعة ما يقول الحد ياك. ثم شوف كيفاش أنهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ربكم أعلم بما لبثتم، يعني راه نتوما راه ما عارفينش المده بالضبط شحال. فشي واحد فيهم قالها، راه الله هو اللي كيعرف، هو الذي يعلم كم لبثنا في الحقيقه. وهذا ان دل على شيء فكيدل على ان هاد الناس كان عندهم واحد الادب مع الله تبارك وتعالى عظيم جدا. هذا ادب مع الله، ملي تتنسب له العلم لله تعالى، الله اعلم أنا ما عارفش، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا أتخيل هذه الأيام كلها أنا عايش مع صورة الكهف، وكنبقى نفكر فيها بزاف، وغادي جاي طالع نازل ناعس واقف جالس كناكل، كتقدر لي في دماغي. فأتخيل تنقول هاد الناس هادو مثلا كون كانوا عندهم بورطابلات بحالنا حنا اليوم، كون راه يلقاو داك البورطابل طفى باختصار لأنه غنسالي لي البطارية، أو كون كانت عندهم يعني واحد الساعة، كل واحد عنده ساعة في يدي مكانة، كانت غتطفى سالات ياك، غتبقاش خدامة. فهو ما عندهم بورطابل ما عندهم ساعة، باش غادي يعرفوا أين النهار، واش حنا أين النهار، واش حنا في الخميس، واش في الجمعة، حنا دخلنا مثلا دخلنا الخميس واليوم تكون الجمعة اليوم، وإين ساعة الآن، وإين نهار هذا في نهارات الله تبارك وتعالى. لاحظتي فتحطوا في واحد الموقف راه ماشي سهل، في حيرة من أمرهم، ولكن هذاك التعلق ديالهم بالله تبارك وتعالى وذاك الأدب ديالهم مع الله تبارك وتعالى، قال قائل منهم قالوا ربكم أعلم بما لبستم، هذا ماشي نقاشنا، راه ربي عارف، حنا الله اللي عالم شحال. ولكن اللي حنا واقفين عليه الآن هو أننا فينا الجوع، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا الدراهم اللي عندكم ياخذها واحد يمشي يتسخر علينا، حتى حنا ما يمكنش نخرجوا كاملين، سنفتضح، واحد فينا هو اللي غادي يمشي. وقلنا بأن ديك الحاجة
الحرف ديال هذه بمعنى أن أحضروها لتكون لهم زادا ولتكون لهم عدة، وهذا لا ينافي التوكل. فالإنسان ملي كتكلم على التوكل على الله تبارك وتعالى، فتأخذ بكل الأسباب المتاحة ثم تتوكل على رب الأسباب، كدير كل الأسباب ولكن لا تعتقد في الأسباب ولكن تعتقد في رب الأرباب سبحانه وجل في علاه. التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. كيعلمونا أصحاب الكهف اذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة، بمعنى أنهم جابوا معهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. هذاك اللي جاب الناقة لباب المسجد، يا رسول الله واش ندخل المسجد ونخليها هكذا ونتوكل على الله تعالى رغد في بلاصتها، ولا خصني ضروري ربطها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. اش بغيتي دير؟ ربطها لها مسجدي وتوكل على الله، لا ينافي التوكل. فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف. يعني كيوصيو هذا اللي وكلوه أنه يجيب لهم الأكل، كيوصيو كيقولوا ليه شوف يختار أجود أنواع الطعام وأحسن أنواع الطعام، لأن تعرف الإنسان اللي كيكون فيه الجوع كيبدا يتشهى. الإنسان اللي تيكون صايم مثلا وتي دابا خبراء النفس الشيء بالشيء يذكر، احنا واخا هذا الكلام يعني كيتقال في رمضان، ولكن راه كاينين الناس كيصوموا الاثنين وكيصوموا الخميس، وخصوصا في هذه الايام ديال فصل الشتاء اللي كيكون النهار قصير كاين الناس يجتهدون في الصيام. فالخبراء النفسانيين كينصحوا الانسان ملي يكون صايم انه ما يخرجش يتقضى بين العصر والمغرب في اخر النهار، لانه في هذيك الوقيته اللي شافها غادي يشريها. ويا ما زوجات يعانين مع أزواجهن في شهر رمضان، يعني تيخرج الراجل مع العصر كيكون ديك الساعة يلا جاي من الخدمة أو كمل الأشغال ديالو، فكيمشي كيطرق يعني شي سوق باش يتقضى، فيشري هادي ويشري هادي ويشري هادي ويشري هادي ويشري هادي. علاش؟ لأنه في هذيك اللحظة مع الإنسان تيكون الجوع جاه، فكيبدي تشهى. فهما اللي فاقوا 300 عام واكلين فجاهم الجوع. فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني يكون طعام لذيذ ويكون طعام جيد. ثم أزكى من الطهارة، الزكاة هي الطهارة بمعنى أنه خصو يكون حلال. احنا قلنا بأن هاد الناس اللي كانوا في هاد المدينة كانوا ناس مشركين، وما علاش خرجوا أصلا؟ لأن كاين الشرك، فكانوا يذبحون لغير الله وكانوا يأكلون الميتة وكانوا يأكلون لحم الخنزير وكانوا يأكلون كل الأمور الحرام. فهما وخفهم شدة جوع، وصاو السيد اللي غادي يمشي يجيب لهم الأكل، عندك تجيب لنا شي حاجة حرام، أكل الحلال. شوف أصحاب الكهف أش كيعلمونا، أكل الحلال مهما كانت الظروف الإنسان يجتهد في أن لا يأكل إلا الحلال. وليتلطف، هذه كلمة وليتلطف هذه هي الكلمة اللي جات الوسط في القرآن الكريم، منتصف القرآن، وبالضبط بالضبط بالضبط ذاك الحرف ديال التاء. إذا جيت تحسب الحروف ديال القرآن، التاء هو هذا الحرف اللي جاء في الوسط ديال القرآن الكريم. وليتلطف ولا يشعرن بكم احد. وليتلطف يكون لطيف، شرحنا واحد المره الاسم الله اللطيف وفهمنا المعنى ديالو، انه يعني يكون انسان لطيف، انسان يعني خفيف الظل، يتعامل معامله حسنه ياك، ويكون عنده الرفق واللين في شرائه، ما يتناقش، ما يتغاوتش، ما يديرش شي حاجه اللي بسببها ممكن اننا نتفضحوا. ولا يشعرن بكم أحدا، بما نويك هذا اللي غادي يمشي يجيب لنا الأكل، إياه أن يدل على مكاننا، إياه أن يخبر أحدنا أو يخبر أحدهم بمكاننا. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. علاش؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. شنو المعنى؟ نأخذ فاصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة. الله
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. أنتم دائما معنا يا سادة يا كرام عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط من خلال نافذة برنامج إن في الجمعة ساعة إلى حدود منتصف النهار. فأهلا وسهلا ومرحبا بمحبي القرآن الكريم في هذا اللقاء المبارك. إذن ما زلنا مع سورة الكهف، ووصلنا لقوله تعالى: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يعني وصوا هذاك اللي غادي يمشي يجيب لهم الأكل بأنه ملي غادي يخرج عندك يدير شي خطأ، عندك يدير شي شجار مع شي واحد، وعندك يخبر شي واحد بمكاننا. ياك علاش؟ لأنه إذا افتضحوا، إذا علم أهل المدينة بمكانهم، ياك إنهم إن يظهروا عليكم، يعني إذا علموا بمكانكم، إذا اطلعوا على مكانكم، ياك إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، ياك يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذن أبدا، ولن تفلحوا إذن أبدا. فيلعقوا بكم بأنكم راكم مازال كاينين هنايا وعرفوا المكان ديالكم، أش غادي يديروا لكم؟ يا إما غادي يقتلوكم رجما بالحجارة، رميا بالحجارة. هيك الرجم هو أنك تضرب الحجر، كيف كان ديروا في رمي الجمرات في مكة المكرمة في أيام التشريق. ياك الرجم، الرمي بالحجارة، وهذا من أبشع أنواع القتل، لأن سيدي ربي يعني وصف آيات كثيرة في القرآن الكريم كيتكلم على أن المشركين يعادون المؤمنين. فهاد المشركين هادو إلا عرفوا هاد المؤمنين هاد الفتية، فمن شدة الغيظ اللي في القلوب ديالهم عليهم، فغادي يبغيو يقتلوهم بأبشع طريقة، وهي طريقة الرجم، مؤلمة جدا، باش يشفيو داك الغالي اللي في القلب ديالهم. فيرجموكم، هذا الاحتمال الأول، وهذا أخف الاحتمالين، وكاين واحد الاحتمال أصعب ممكن نوقعوا فيه، وهو يعيدوكم في ملتهم، يعني يشدوكم ويبقوا يعذبوكم أو يغريوكم، يا إما بالترغيب أو الترهيب، يا إما غادي يرهبوكم ويخوفوكم بالعذاب الشديد وبالمحاين وبكذا، باش ترجعوا وتركوا الدين ديالكم اللي هو دين التوحيد وترجعوا مشركين مرة أخرى، أو غادي يعطوكم الإغراءات، العصا والجزارة كما يقال، لكي تعودوا إلى دينهم اللي هو دين الشرك. وهذا أصعب، أنكم تعودوا ترجعوا مرة أخرى بعد أن كنتم مسلمين، بعد أن كنتم موحدين، بعد أن كنتم مؤمنين، أنكم ترجعوا مرتدين عن دينكم، ترجعوا لدين الآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لاحظتوا كانوا خايفين، شوف كانوا خايفين على الإيمان. احنا كنبداو ناخذ الدروس. فالمؤمن الصادق أخي الكريم أختي الكريمة، أغلى حاجة عنده هي الإيمان دياله، أغلى حاجة عنده هي الدين دياله. سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. أعظم مصيبة ممكن تصيب الإنسان هي إذا أصيب في دينه. احنا بالدارجة كيقول لك تفوت غير الرأس، وفي الحقيقة ماشي تفوت غير الرأس، تفوت الدين، لأن ديك المصيبة إذا لم تصيب الإنسان في دينه، فكل حاجة ممكن أنها تخلف وممكن أنها تجبر، ولكن راه إلا مشى لك الدين الأمر صعب جدا، لأن الدين هو اللي غادي، هو اللي كيعطي الإنسان الآخرة، هو اللي كيعطي الحياة الأبدية، كل شيء يهون،
ولكن الحياة الأبدية اللي باغي الحياة الأبدية وباغي فيها السعادة في الحياة الأخروية، فالمفتاح ديالها هو الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في سورة المائدة، من يرتد منكم عن دينه الردة، تخيل، من يرتد منكم عن دينه، شنو كيقول فيها الله تبارك وتعالى؟ نعذبه عذابا شديدا، نرجمه، أعتدنا له عذابا أليما، ومن يرتد منكم عن دينه، شنو الجزاء ديالو؟ شنو العقاب ديالو؟ شوف شنو قال الله تعالى، الودود المحب لعباده الذي يتلطف بعباده فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن يرتد منكم عن دينه، بغيتي تخلي الإسلام، بغيتي تخرج من الدين، ما غاديش يقول لك الله شنو الجزاء، لا 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 لا، إلا ما كنتيش بغيتي انت هذا الدين، كاين الناس وحبهم غادي يعتنقوا هذا الدين وغادي ينصروا هذا الدين وغادي يعزوا هذا الدين. إذا أنت يا من خلقتك يعني مؤمنا موحدا وطويت عليك المسافات وطويت عليك الصعوبات وعطيتك ولدت وفي فمك ملعقة من ذهب، بل أغلى من الذهب، أنك ولدت مؤمنا مسلما موحدا، ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فالشاهد أن هاد الناس خافوا على الدين ديالهم، خافوا على الإيمان ديالهم، هذه المصيبة الكبرى، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، إذا صافي مشينا خسرنا كل شيء ضاع. إلى رجعت للشرك يا إما رغبا أو رهبا، يا إما طوعا أو كرها، ضاع لكم خير الدنيا وخير الآخرة، بل ربما يستدرجكم الشيطان ويزين لكم هذه الأمور القبيحة، هذه الشركيات وهذه العبادة غير الله تعالى، ربما سيزينها لكم. ورد البال أخي الكريم أختي الكريمة، تذكرت الآن وعد القول ديال أحد السلف الصالح، قالوا له كيف يعرف العبد أنه قد فتن في دينه؟ باش يعرف الإنسان بأنه تفتن في الدين دياله؟ فأجاب، إلا كانت هذه الأمور اللي كان كيشوفها بالأمس القريب بأنها قبائح وبأنها معاصي وبأنها مساوئ، اليوم ولا يستحسنها ولا تكتجي عادي، فليعلم بأنه قد أصيب في دينه. لأن الشيطان من الأشياء اللي كيدير كيدير تزين، يعني قلناها واحد المرة فاش تكلمنا على الشيطان، أن الشيطان يزين، راه أي واحد في الدنيا كيدير شي حاجة، يعتقد شي معتقد، يعتنق أفكار، راه الشيطان كيزينها ليه. الشاهد في القصة أن هاد الناس خايفين واحد الخوف شديد على الدين ديالهم، علاش؟ لأنه أحب شيء إليهم وأهم شيء عندهم وأعز ما يملكون. أي إنسان هذيك الحاجة اللي كيكون تيبغي تيخاف عليها، طبيعة في الإنسان، أي حاجة تحبها كتخاف أنها تضيع منك. فهاد الناس أعز حاجة كانت عندهم هي الإيمان ديالهم. ولن تفلحوا إذا أبدا، ولن تفلحوا إذا أبدا، ده والخذلان الذي ما بعده خذلان، هذا هو الشقاء، نعوذ بالله من غضب الله. وكذلك أعثرنا عليهم، شوف هاد ديال الكهف، فتيا فاقو كيوصيو واحد فيهم، بدو كيتناقشوا شحال جلسنا شحال ناسنا، واش ساعتين واش خمسة واش عشرة واش نهار كامل، الله أعلم، ربي اللي كيعرف شحال. إوا شوفوا رحنا، المهم فرا فينا الجوع، واحد فينا شكون فيكم اللي غادي يمشي يتقضى ويجيب لنا ما ناكلو، ويرد البال وبدو كيوصيو فيه وكذا، وعندك عندك عندك، وكيعطيو السيناريوهات والاحتمالات، وياك شي واحد يعرفنا، رد البال لا يتبعك شي واحد، رد البال لا تعيق، رد البال كذا كذا، وتكلموا بدوك يوصيو. واحد الوقيته سيدي ربي تيختصر لنا ديك التفاصيل كلها وكيحطنا في واحد المشهد اخر، شنو هو؟ وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكذلك
أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، كذلك أعثرنا عليهم. طيب، ما معنى كلمة أعثرنا؟ كاين في اللغة العربية الفعل ديال عثر، فعل ثلاثي، المعنى ديالو شنو هو؟ المعنى ديالو هو السقوط على الوجه. إذا سقط شي واحد فيسمى بأنه عثر. بالدارجة كنقولوا التعكل، سقط لوجهه. جميلة، فملي شي واحد كيلقى واحد الحاجة وهو ما كانش كيقلب عليها، كاين وجد وكاين ثقيفة وكاين عثرة، وماشي فحال فحال. لهم المعنى المشترك فيهم هو أنك لقيتي واحد الحاجة، لقيتي واحد الحاجة. طيب، إلا أنت كنتي كتقلب عليها ولقيتيها كتسمى وجد، وجدت. قال تعالى واقتلوهم حيث وجدتموهم. ثقيفة، قال تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. كين وجد وكين ثقيفة، ما معنى ثقف شيء؟ ثقفتموهم، هنا ثقفتموهم بمعنى ماشي غير كنتي كتقلب، لا، كنتي كتقلب ولكن بدلتي واحد المجهود كبير، بدلتي واحد المجهود كبير، يعني بدأت تبحث وتتبع الخيوط، يعني وتبذل مجهود كبير جدا، يعني فيه تخطيط وفيه تدبير وفيه يعني رسم واحد الخطة محكمة وفيه تخيل وفيه مجموعة ديال التفاصيل، يعني درتيها بحال شي مفتش ملي كيكون تيقلب على المجرم، يعني كتلقاه بأنه كيدير سيناريوهات وكيتخيل وكيفكر مزيان وكيسول هنا وكيسول هنا وكيجمع المعلومات وكيجمع التفاصيل باش لكي يصل إلى المجرم. ما تنقولوش ليه وجده ولكن تقفه. لذلك سيد ربي قال فقلوهم حيث تقفتموهم، بمعنى أنكم كنتوا كتخططوا أنكم تلقاوهم، ماشي غير كنتوا كتقلبوا عليهم. إذن هذه وجده، وفهمنا تقفتموهم. العطور هو أن هذا الشيء كله لا يخطر لك على بال، غادي كتمشى ما بيك مالك، لقيتي واحد القطعة نقدية في الأرض، واش كنتي معول انك تلقاها؟ لا. واش كنتي كتقلب عليها؟ لا، اي بوحدك لقيتيها، ما كانتش في الحسبان. بمعنى ان هاد الناس ديال هاد المدينه وجدوا اصحاب الكهف، هما ماشي كانوا كيقلبوا عليهم، لان القصه ديالهم تنسات، راه كتكلم على واحد ثلاثه ديال القرون. بمعنى انهم ماشي هما كانوا كيقلبوا عليهم وكذا، لا، ربي بغى يبينهم ليهم في هذيك اللحظه والحين. وكذلك اعثرنا، ياك، فإذا وجدت أمرا دون أن تطلبه، دون أن تبحث عنه، فكيتسمى العثور. تتكلموا مثلا شي واحد غرق في البحر كذا وقد تم العثور على جثة كذا، ياك، لأنه ما لقاو أرماء البحر، ما كانوش معولين أنهم يقلبوا عليه. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ياك، يعلم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، بمعنى أننا كيف فيقناهم من بعد ما نعسوا واحد المدة طويلة جدا، وفيقناهم وهم على هيئتهم دون أن يتغير منهم شيء، وكيف أنهم بدأوا يتساءلوا بينهم، يعني أعثرنا عليهم، يعني أصحاب المدينة، لي كان عندهم واحد التساؤل، وكانت عندهم واحد الشبهة، وكان عندهم واحد المشكل في الدين. هذيك المدينة اللي كانوا فيها ناس مشركين، وكان فيها يعني واحد الحاكم ظالم، وكان فبعد ثلاثة قرون تغيرت الأحوال،
يبدو أن الناس دخلوا في الإسلام ولوا موحدين ولوا مؤمنين يعبدون الله تبارك وتعالى، ولا الصلاح في 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 يعني في ذاك المكان كان عندهم واحد الإشكال. شنو الإشكال؟ أنهم هذه المسألة زي البعث بعد الموت ما زال ما متأكدينش منها 100%، عندهم فيها تساؤلات، كيدخلهم الشيطان من هذه القضية هذه وكيبقوا يتساءلوا. فربي سبحانه وتعالى غادي يخدم أصحاب الكهف وغادي يديرهم سبب باش يكونوا برهان على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى بعد الموت. وهذه الفكرة هذه ديال البعث أخي الكريم أختي الكريمة، هذه راه الناس ديال مكة راه ما بغاش تدخل لهم لدماغهم، راه كانوا تيقولوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما نحن بمبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر، ما كانوش مصدقين، مستحيل. فاش كتلقى واحد العدد ديال الصور المكية كتحدث على مسألة البعث والنشور، البعث والنشور، البعث والنشور. الحمد لله المؤمنين ما عندوش مشكل، حنا الحمد لله ما عندناش مشكل، عندنا اليقين الحمد لله بأن ربي كيف أنه أحيانا سيميتنا، كيف أننا ما كنشكوش بأن غادي نموتوا، راه في نفس الوقت ما عندنا الشك إن شاء الله تعالى بأننا سوف نبعث. فالناس في هذاك الوقت كان عندهم هذا الشك، تطرحات هذه القضية للنقاش، شكوا فيها وقعوا في حيرة من أمرهم. فربي بغى يبين لهم آية من الآيات. خرج هذاك الشاب مشى للمدينة ورد البال وكيشوف على اليمين وعلى اليسار وعندك 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 وعندك. فملي مشى عند في السوق عند البائع ديال شي نوع من أنواع الأكل، فخذ هذاك الشيء اللي بغى، ولكن بدا كيشوف بأنه تغيرت عليه الملامح شوية، كنت كمل واحد المدة زمنية طويلة، تغيرت عليه الملامح، تغير الأعراف ديال الناس، تبدلات، تبدل الشكل شوية ديال اللباس، تبدل نوعية الأكل اللي محطوطة، يعني كاين واحد التغيير. لاحظ بأن ولكن مع ذلك مهم مقصد غادي باش يقضي الغارات. فملي خذ الأكل وجا باش يخلص، البائع كيشوف ديك القطعة ديال النقود كيقول لي بدا كيضحك، شنو هاد الشيء عاطيني؟ فالفتى من أصحاب الكهف ما فاهم والو، كتكلم على فتى، احنا مازال كنتكلموا على فتى، عندك تكون راه نعسوا راه فاقوا كبروا راه باقيين باقي في الحجم ديالهم، باقي في العمر ديالهم. بدا كيضحك قال لي النقود. يقال في كتب التفاسير بانه كان فيها الصوره ديال الملك ديال ذاك الزمان وكذا الى اخره. فالبائع قال له واش لقيتي شي كنز؟ هاد النقود هادي راه قديمه، هادي راه قرون وقرون ما بقاتش هاد النقود، واش تحتي على شي كنز؟ فالآخر الفتاة تخلع، فبدأ في الأخذ والرد معاه، الناس تجمعوا بدأوا كيشوفوا أشنو وقع، كيفاش مات، كيفاش كذا، فاعترف لهم بالحقيقة، قال ما أجي نشوف. وفعلا ذهبوا إلى الكهف، فإذا بهم غادي يكتشفوا المفاجأة أن هذوك الفتية اللي كانوا هذه قرون وقرون راه دوزوا هذه المدة كلها ناعسين وهم محيوا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا شكون أصحاب هذه المدينة، كيف قلنا بأن كانت عندهم شبهة، يقال بأنهم جاءوا عند النبي ديالهم أو الملك ديالهم، يعني في كتب التفاسير يقال هذا الكلام بأنه الملك ديالهم كان رجل صالح وباغي الناس أنهم يأمنوا، وكي غندير نقنعهم، فكان يتوسل إلى الله ويدعو كيقول يا رب شي آية من آياتك، يا رب شي برهان باش الناس تقتنع بأن راه فعلا كاين البعث. وهذا القرآن هذا راه نزل، هذه القصة راه نزلت في مكة باش سيدي ربي تيخبر وتيهضر مع الناس ديال مكة زعما وعندكم تشكوا. ليعلموا أن وعد الله حق وتأكدوا بأن راه الساعة آتية لا ريب فيها، وبأن منكر الساعة ومستبعد الساعة راه في ضلال مبين.
وهي أمر عظيم. وأخطر شيء ينتظر البشرية والساعة. فالشاهد أخي الكريم أختي الكريمة أنه في هذه اللحظة هذه اللي جاءوا عندهم الناس وقالوا لهم هذه القصة ديالهم تفتحت الآن. فالآن فحال اللي قلتي غادي ترجع لهم المشاعر، غادي يبداو يحسوا، أترجع لهم الذاكرة. هنا غيبداو يقولوا راه هادشي اللي وقع لينا، راه شنو هادشي وقع؟ أنا أتخيل هول الصدمة في هذيك اللحظة، كيف كان هول الصدمة ديال هاد الفتية في هاد اللحظة اللي جاو عندهم أهل المدينة ووقفوا عليهم وكل شي بدا كيهضر وكل شي باغي يتبرك بهم وكل شي كيشوف. المهم في ذاك الوقت ما كانوش البورطابلات وكذا، ولكن راكم كانوا في هاد الزمان راه كل شي غادي يبدا يصور، زي بالك تصوير غيجيو الكاميرات، غتجي وسائل الإعلام، فين ما غتدخل شي موقع، فين ما غتقلب شي قناه في العالم غتلقاها كتهضر على هاد الفتيه هادو، لان هادي راه معجزه من المعجزات. فهما مصدومين مدهوشين ياك، اذ يتنازعون بينهم امرهم. كان عندهم نقاش قوي وحاد في هذه المسألة هذه ديال البعث. هل هناك بعث بعد الموت؟ واش فعلا واش كتبعث غير الروح ولا كيتبعث الجسد والروح؟ يعني وكان عندهم أسئلة كثيرة، فربي صيفط لهم هذه الفتية باش يجاوبهم على الأسئلة ديالهم. فكاين اللي هو مؤمن في ذاك الوقت بأنه يؤمن بالبعث، وكاين اللي كيقول لا ما كاينش البعث، وكاين اللي كيقول لا راه الروح هي اللي كتبعث اما الجسد صافي مشى، كاين اللي كيقول لا راه كتبعث الروح وكتبعث الجسد. فملي ربي بين لهم هذه الايه اخي الكريم اختي الكريمه، فزال هذا الخلاف في امر القيامه. وحمد الله تبارك وتعالى على هذه الايه العظمى وعلى هذه المعجزه الكبرى اللي بين لهم سبحانه وتعالى باش يحسم لهم الخلاف في هذا الموضوع الحساس. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. نأخذ فاصل قصير يا سادة يا كرام، ثم نلتقي بعده مباشرة. يا عليما بالخفايا يا مهيمن يا جليل. أخي الكريم واختي الكريمة، أهلا وسهلا ومرحبا دائما في مائدة القرآن الكريم ومع قصة أصحاب الكهف. ما زلنا دائما مع هذه القصة المباركة، وواحدة من الدروس العظيمة أخي الكريم أختي الكريمة اللي ممكن نخرج منها يعني في هذه القصة المباركة، أن الولاية، أن العبد يكون ولي من أولياء الله تعالى، ما عندها علاقة بالسن وما عندها علاقة بالشكل. بعض الناس يعتقد بأن باش يكون الإنسان ولي صالح خاصو يكون في الستينات أو السبعينات أو الثمانينات من العمر ديالو، وخاصو يكون عنده واحد اللحية بيضة طويلة، وخاصو يكون داير واحد العمامة ويكون لابس واحد جلابة ويكون داير بلغة، فيتخيل ويتمثل ويتصور واحد الشكل في دماغه، هذا هو اللي رسم على الولي. سورة الكهف جات تقول لنا العكس، الولي قد يكون فتى شاب عنده 14 عام 15 عام، ولكن هو من أولياء الله الصالحين والدعاء ديالو مستجاب وربي يكرمه بالكرامات. وقلنا بأن الكرامات هي كل أمر يقع خارقا للعادة، مثلا من العادة أن النار كتحرق، فإذا لم تحرق شخصا فهذه كتسمى كرامة، لكن إنسان من الصالحين. إذا كان هذا الإنسان نبي وما حرقتوش النار بحال سيدنا إبراهيم كتسمى معجزة. طيب إذا ما كانش نبي وما كانش صالح ولم تحرقه النار كتسمى سحر ياك، هذا استدراج، هذا داخل في الأمور اللي هي شيطانية. فإذا الكرامة هي كل أمر خارق للعادة وقع على يد رجل صالح،
لأن كاين أمور خارقة للعادة قد تقع ولكن على أيدي أناس يعني ماشي صالحين، ما كيصلي ما كيعبد الله، ربما كيدير شي طقوس غريبة وكتوقع منه أشياء اللي هي خارقة للعادة. والدجال الذي سيأتي في آخر الزمن راه غادي يجيب أمور خارقة للعادة، أنه سيشفي المرضى من الأمراض المستعصية، وأنه غادي يحول الحالة الاقتصادية ديال الناس، وستظهر على يديه خوارق العادات، ستطوى له الأرض وسينزل الأمطار، وغادي يكون تلعب في الطقس، وغادي يعني غادي يدير شي أمور اللي لا تخطر على بال أحد، لدرجة أن الناس سوف يفتنون به، غيقول لهم أنا ربكم، وغيقولوا لي أنت ربنا. لذلك كانت أخطر فتنة غتكون في الدنيا هي فتنة الدجال. فهاد الفتية هادو أولياء صالحين، فربي بغي يقول لنا هنا من خلال هاد القصة، يا عبادي رأى أي واحد فيكم ممكن يكون ولي، العبرة ليست بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. سيكون هي الصدق، الصدق يطوي السنوات، الصدق يطوي الأيام ويطوي المراحل. وسيدي ربي هذا هي أدو السر والصدق، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وعندنا احنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة عجيبة ديال واحد الإنسان سميته حارثة. التقاه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ الحديث مشهور. قال له أصبحت مؤمنا. قال له يا حارثة إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ شو الدليل على أنك مؤمن؟ باش عرفتي راسك بأنك مؤمن حقا؟ في بعض الروايات أصبحت مؤمنا حقا، حقيقة الإيمان. شنو الدليل؟ شنو العلامات اللي خلتك أنك تقول بأنك مؤمن حقا؟ فسيدنا حارثة يقول له أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وشوف دي كلمة أسهرت، ماشي سهرت، قال أسهرت، كأني أجبرت الليل على أن يسهر معي. أظمأت نهاري ولم يقل ظمئت بالنهار، كأنني أجبرت النهار على أن يظمأ معي. أسهرت ليلي يعني كيتكلم على العبادات، بمعنى أنه يجتهد في العبادات ليل نهار 24 ساعة وهو موصول بالله جل في علاه. لأن الولي شنو الولي؟ الولي قال العلماء هو من توالت طاعاته، يعني كيخرج من طاعة كيدخل في طاعة، يكمل طاعة يبدأ طاعة، وهكذا. بحال القرآن الكريم كتقرأ كتختم السلكة، راه ملي كتقرأ سورة الناس راه ما تسكتش، ملي تقرأ سورة الناس دابا كنتي كتقرأي مثلا ختمة ديال القرآن وصلتي لسورة الناس ما توقفيش وديري الدعاء. لا، السنة هي أنك ملي قلتي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، رجعي للصفحة الأولى عاوتاني في القرآن وقرأي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وملي تكملي الفاتحة قرأي البداية ديال ألف لام حتى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم أزي ودير الدعاء، ثم ختم القرآن الكريم. شنو المعنى؟ المعنى أنك سليتي طاعة بدأ في طاعة، يعني يا ربي أنا كملت الختمة ولكن عندي نية أنني غنبدأ ختمة أخرى. فالشاهد أخي الكريم واختي الكريمة أن الولي هو هذاك اللي عندما يخرج من 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 عبادة يدخل في عبادة، عندما ينتهي من طاعة يبدأ طاعة أخرى، تتوالى الطاعات منه، تتوالى الطاعات منه. فالقصة ديال أصحاب الكهف كتعلمنا هذا المعنى، كتعلمنا بأن راه أولياء الله الصالحين ما عندهمش واحد السن معين، ما عندهمش واحد الهيئة معينة، راه ممكن يكون إنسان تلبس عادي، ممكن يكون كيف قلنا راه شاب كيقرأ في الإعدادي أو في الثانوي، ولكن هو عند الله تعالى من أولياء الله الصالحين ويكون من المحبوبين عند الله. وسيدنا حارثة وصل لهذا المقام، فقال له أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، هذه العبادات دياله. ثم قال وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يصرخون فيها. شنو كتفهم؟ كتفهم بأن حارثة الجسد راه في الأرض ولكن الروح في الملأ الأعلى، راه الجسد والكسدة والحواس راه في الأرض ولكن راه روحي تجول في ملكوت الله تعالى. فهذا هو ولي الله تعالى، هو ذاك الإنسان اللي راه
يشتغل في الوظيفة دياله، يشتغل في محل التجارة دياله، في الإدارة، في المعمل، في المصنع، في البلاصة اللي كيشتغل فيها، يتزوج، ينجب أولادا، يمرض، يعني يصيبه التعب، ينام، يصيبه الجوع والعطش، يغضب أحيانا، يفرح، يضحك، يلهو، يسافر، يتمتع، يعني كيعيش حياته عادية بحاله بحال سائر الناس، ما عندوش شي حاجة اللي راه ماشي تيعيش شي حياة اللي هي ما كايناش، كيعيش حياته كلها بحاله بحال الناس ولكن بجسده. أما الروح ديالو راها متعلقة بالله تعالى، متعلقة بالملأ الأعلى، يفكر في الجنة كثيرا، يفكر في النار كثيرا، عنده خوف من الله تعالى، عنده شوق لله، عنده حب لله، عنده طمع في الله تبارك وتعالى، يفكر مليا. يعني اللي دخلتي ليه ياك علماء النفس كيقولوا انت ما انت، قل لي بماذا تفكر، يقول لك اي الناس انت. الى حليتي العقل ديال ولي الله تعالى شنو غتلقى؟ غتلقى بانه يفكر في الله 24 ساعه 24 ساعه. شي حتى ملي كيناس حتى ملي كيناس النعاس ديالو كيكون نعاس مع الله تعالى. وهذه الحكمة علاش كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يصلي بالصحابة صلاة الصبح يستقبلهم ويقول من رأى منكم رؤية اليوم؟ شنو الحكمة؟ باش يعرف الناس ديالهم كيفاش كان، لأن الموصول بالله تبارك وتعالى في اليقظة يكون موصولا بالله تعالى في المنام. فحتى في المنام ديالهم اللي كيشوف ما كيشوفوش، كيشوف ديك الأمور اللي كيشوفوا عامة الناس، كتلقاه تيحلم بالأنبياء أو تيحلم بالصحابة أو كيحلم شي، يعني كيشوف شي رؤى اللي كتبين فعلا الحال ديالو. لأن الإنسان هذاك الأمور اللي كيشوف في المنام راه ماشي عبثا، داكشي اللي كيعيش في الواقع هو اللي كيشوف في المنام. فحارثة ملي وصف هادشي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال له؟ قال له قد عرفت فالزم. أيوة أنت تبارك من العارفين. بيت القاصد في القصة أن حارثة مات شهيدا في إحدى الغزوات، وجدت الأم ديالو تبكي، وكان بار بأمه، كان مرضي معها واحد الرضا عجيب. فجاءت تبكي وقالت يا رسول الله أبني في الجنة فأهنأ، أي أهنأ يعني نستقبل التهاني ونتهنى، أم في النار فأعزى؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أم حارثة إن ابنك ليس في الجنة، إن ابنك في جنات. وش عنده غير جنة واحدة؟ راه جنات، راه يتنعم فيها كما يشاء. بيت القصيد والشاهد من هذا الكلام كم كان عمر حارثة ملي استشهد في هذه الغزوة؟ صدق أو لا تصدق، 17 سنة. 17 سنة، 17 سنة أخي الكريم، 17 سنة. وصلت يا حارثة رضي الله عنك لهذا الشيء كله وانت في 17 عام؟ أيه في 17 عام. أصحاب الكهف إنهم فتية. فالإنسان إلى ولا ولي من أولياء الله تعالى، إذا راه ربي صافيتي، كيوصل لواحد المرتبة تيولي ديال الله تعالى، كيولي داك الإنسان عنده الحماية الإلهية والحماية الربانية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تيروي لنا واحد الحديث قدسي عجيب، تيقول فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إلى سيدي ربي اتخذ عبدا من عباده وليا من الأولياء، يا ويل هذا اللي مشي آديه، هذا اللي غادي آديه، هذا اللي غادي عاديه، فإن الله تعالى يعلن عليه الحرب. ويكفي أن الإنسان يتخيل غير يعني يشوف شحال ضعيف وشحال حقير، وشوف عظمة الله تبارك وتعالى. فكيف أن الله تعالى يعادي عبدا، أو أن الله تعالى يحارب عبدا؟ صافر هذا مشى فيه هذا الإنسان هذا. فلذلك من حكمة الله تعالى أنه أخفى الأولياء. الأولياء دابا راه مخفيين ما تنعرفوهمش، حنا شفنا دابا بأن ممكن يكون شاب عنده 17 سنة، ماشي ضروري يكون عنده هيئة معينة أو لباس معين أو كذا. شنو الحكمة؟ كأن ربي بغانا نوقروا الناس كاملين، ونحترموا الناس كاملين، ونحسنوا الظن بالناس كاملين، لأن ما عرفناهاش عند من كاينة. لا نحكم على الناس، نوقر الناس ونحترم صافي.
وأنشغل بنفسي. عليك بخويصة نفسك ياك، ما بقاش نحكم على الناس، هذاك فعل، هذاك دار، هذاك مزيان، هذاك قبيح، هذاك يدخل الجنة، هذاك يدخل النار. لا 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 لا، هذه تخصصات الألوهية، هذا شيخ تخصص ديال الله تعالى. أما أنا عبد، أنا نفكره في راسي، يا ربي اجعلني من الناجين، يا ربي اجعلني من المرحومين فقط. وندعي مع الناس، إلا شفت شي واحد في شي طريق ما هياش، فالذي أملك إلا كنت فعلا باغي الخير كما أدعي، هو أنني أدعو له بالصلاح، وأدعو له بالهداية، وأدعو له بالتوبة. واحد من أولياء الله تعالى، صالح من الصالحين، يعني شاف شي بعض الشباب يعني كانوا في جلسة ديال الخمر، كيشربوا كيضحكوا كيضحكوا فرحانين وناشطين وكذا وسكرانين، ويزعنوا السماء وقال يا رب كما أضحكتهم في الدنيا أضحكهم في الجنة، يا ربي كما أفرحتهم، ومرة فرحاني بالباطل فرحاني بالمعصية، كما أفرحتهم في الدنيا أفرحهم في الآخرة. هذه واحدة من العلامات أخي الكريم أختي الكريمة اللي كتكون في الإنسان الولي، هو أنه يحب الخير للناس، لا يحكم على الناس، ياك، ويريد لهم الخير، وربما يدعو لهم بظهر الغيب وهم لا يعرفون ولا يشعرون. ربما راه يؤدى ياك، وشي واحد راه كيتكرفس عليه وهو تدعي معه بظهر الغيب بالرحمة ويدعو معه بالمغفرة. فأصحاب الكهف، هذه واحدة من الأمور اللي نخرجوا منها، لأن احنا ماشي تنديروا دابا تفسير بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، ولكن كنحاولوا أننا نربطوا هذا الشيء بالواقع، ونحاولوا أننا نغوصوا نوعا ما. فإذا هاد الناس هادو كانوا أولياء، وخا كانوا فتية ولكن كانوا أولياء صالحين، فربي أكرمهم بكرامات. شفنا كيفاش الشمس، شفنا كيفاش ربي ألقى عليهم الهيبة، شفنا كيفاش أنهم يعني نعسوا هاد المدة الطويلة، يعني هذه كلها كرامات، يعني كلها أمور خارقة للعادة. فممكن الإنسان يطرح سؤال ويقول عبد المجيد شوقتينا، الواحد كيحلم نبغي نكون ولي، إلا كان ربي هو اللي غيكون يدافع عليا ويحامي عليا ويحبني الله تعالى، نبغي شنو الطريق؟ واش كاين شي طريق؟ واش كاين شي أشياء ممكن نديرها نوصل لهذا المقام هذا؟ الله تعالى ورانا، قالك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الولي محبوب عند الله تعالى، كي دار وصل لهذا الشيء؟ وصل له بالتقرب إلى الله تعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شوف فرائض الله تعالى، شنو فرض عليك الله تعالى؟ دير ذاك الشيء اللي فرض عليك الله، دير ذاك الشيء اللي فرض عليك الله. شنو فرض عليا؟ زوج الحوايج. يعني ممكن نلخصوا فرائض الله تعالى، نقسموها لقسمين. كاين أمور أمرني بفعلها كتسمى المأمورات، وكاين أمور نهاني عن ارتكابها كتسمى المنهيات. إذا باش نمتثل ونتقرب لله تبارك وتعالى، أحسن حاجة كاين مأمورات وكاين منهيات. أول حاجة هي أن هذيك الأمور اللي نهاني عليها الله تبارك وتعالى ما نديرهاش، الأمور اللي حرام ما نديرهاش، نبعد عليها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقي المحارم تكون أعبد الناس، وياك الحرام، بعد على الحرام، طلب الله تعالى، قل يا ربي باعد بيني وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، باعد بيني وبين النظر الحرام، باعد بيني وبين القول الحرام، باعد بيني وبين الفعل الحرام، باعد بيني وبين البطش الحرام، باعد بيني وبين المشي الحرام، يا ربي أي حاجة حرام يا ربي بعد علي، وفقني أنا من ديلاش. ثم الفرائض اللي فرض علينا الله تبارك وتعالى، ياك أركان الإسلام، الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، ياك الفرائض نديرها. ومن بعد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ندخل نزيد على الفرائض بدل نزيد النوافل. النوافل ديال المحرمات كينا ممكن تكون أنني يكون عندي ورع. ما معنى الورع؟ أن أتقي ما لا بأس به خوفا مما به بأس، يعني غادي يكون عندي واحد يعني غنولي كاين شي امور اللي فيها الشك، واش حلال واش حرام، ما عرفتش واش حلال ولا حرام، فمن باب الورع ما نديرهاش. كيتسموا الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في الطاعات انني نكثر من نوافل العبادات،
الصلاة عندها نوافل نديرها، الصيام عنده نوافل ندير النوافل ديال الصيام، الزكاة عندها نوافل وهي الصدقة، عندي الزكاة اللي هي فرض 2%، ولكن كاين نوافل أخرى ديال الزكاة هي الصدقة، نعطي 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 نعطي. الحج فرض علي الله تبارك وتعالى، ولكن عنده نوافل، نمشي ندير العمرة إذا تيسر. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، شكي غندير لها؟ هذه النوافل ديالها شنو هي؟ شنو النوافل ديال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ النوافل ديالها لا إله إلا الله، أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من قولها، نبقى نقولها بزاف، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أثقل شيء في ميزان العبد غدا يوم القيامة ديك البطاقة ديال لا إله إلا الله ترجح بالسيئات كلها. الكلمة الخطيرة التي إن قالها أحد وكانت آخر كلمة نطق بها في الدنيا دخل الجنة، من كان آخر كلام من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا النوافل ديال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هي كثر من لا إله إلا الله. والنوافل ديال محمد رسول الله شنو هي؟ هي كثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا طريق الولاية كيرسمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، نبعد من الحرم، ما عنديش الحرم، ونكون فيها الورع، نتقي الشبهات، ثم نجتهد في الفرائض ديالي، نأديها، الصلوات ديالي في الوقت، الصيام ديالي نصومه كما ينبغي، الزكاة ديالي نخرجها في الوقت، أجتهد أنني نحج، يعني ياك، ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبي، ثم نزيد النوافل، أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من الصلاة على رسول الله، أكثر من النوافل ديال الصلاة، أصوم الاثنين والخميس، أصوم أيام أخرى، أكثر من التصدق والعطاء والإحسان للفقراء والمساكين المحتاجين، تيسر عندي الإمكانيات، مرة مرة ندير زيارة لبيت الله الحرام إذا كنت حجيت. وإلا ما عنديش الإمكانيات وأنا فقير أو الظروف لا تسمح وما عنديش كيفاش ندير، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا واحد الطريقة، نحجو في الأمكنة ديالنا، في المكان ديالنا، أنا في بلاصتي نحج، وهي أنني نصلي صلاة الصبح ونبقى جالس في بلاصتي، نقرأ القرآن، نستغفر، نذكر الله تبارك وتعالى، ندير شي ذكر معين، ونبقى جالس في هذاك المكان حتى تطلع الشمس، أو نحضر شي درس ديال العلم أو أي حاجة، المهم نبقى في ذكر الله تعالى، وملي تطلع الشمس نصلي واحد الركعتين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن من فعل هذا كتب الله تعالى له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إذن وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم وأمرهم. فهذوك الناس اللي تنازعوا واللي يعني كان عندهم مشكل ديال البعث، واش غيكون واش ما غاديش يكون، فأصحاب الكهف جاوبوهم جواب، يعني جواب عملي، جواب فعلي، بأن الله على كل شيء قدير. فهنا أخي الكريم أختي الكريمة، هنا غادي ننتقلوا لواحد النقاش آخر، وهو ملي هادوك الناس أصحاب الكهف استيقظوا وشافوهم أهل المدينة وقامت عليهم الحجة وازدادوا إيمانا ويقينا بأنه فعلا كاين البعث، أدوا المهمة اللي عليهم، هنا سيقبض الله تعالى أرواحهم. فملي ماتوا خافوا عليهم دوك الناس، قالوا خصنا هاد الناس هادو خصنا نبنيو عليهم شي بنيان، خصنا تبنى عليهم شي بنيان، نديروا لهم مقبرة ونديروها مسدودة ونبنيوها ونسدوها. شي واحدين اخرين قالوا لا، نديروا عليهم مسجد، يعني واحد المكان يعني ديال العبادة، لان في الغالب انهم كانوا من اتباع عيسى عليه السلام، يعني كانوا نصارى، فقالوا غادي نبنيو مسجد، مكان ديال العبادة اللي بغى يجي باش نبقاو دائما نتذكر هؤلاء. اذا اختلفوا واش نسدوا عليهم، نبنيو عليهم باب الكهف ويتسد باش ما يدخل عليهم لا حيوان لا ما يجيش وحدين باش القبر ديالهم ويخطفهم ولا كذا، فنسدوا ذاك الباب ديال الكهف، او اننا نبنيو مسجد. يبدو من خلال السياق القراني بان اصحاب الفكره الثانيه، هذه الفكره اقنعت الملك واقنعت الناس اللي عندهم اصحاب او اهل الحل والعقد في البلد، الناس اللي عندهم القرار واللي عندهم السلطه، فاقتنعوا بالفكره الثانيه وهي اقامه مسجد. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. احنا عندنا واحد القضيه، ان المسجد النبوي اللي كنصليو فيه ياك، فيه القبور ديال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ماشي بوحدو، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. وسيدنا النبي كيقول لنا في الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهم هادو في اصحاب الكهف بنوا مسجد وعلى هاد الناس، ونبكي لعن
ليهود النصارى الذين اتخذوا القبور ديال الأنبياء مساجد. كيفاش نفهموا الحديث؟ أن الأمم السابقة كانوا ملي كيموت شي نبي، ملي كيديروا القبر ديالو كيمشيو يسجدون لذلك القبر، يعبدون القبر. احنا كمسلمين هو عندنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر مدفونين وسط المسجد النبوي، اش كاين شي واحد كيمشي كيسجد لهم وكيعبد لهم؟ راه كيقدر تصلي وقبالتك الروضة الشريفة، يعني الحجرة ديال السيدة عائشة اللي مدفون فيها النبي عليه الصلاة والسلام كتكون قبالتك، ولكن ما كاينش شي واحد يسجد للقبر. فالأمم السابقة كانوا يسجدون للقبور، هذا معنى قالوا العلماء. قالوا أيضا كانوا يعتقدون بأن الصلاة المقبولة هي الصلاة اللي كتكون في البلاصة اللي فيها القبر ديال ذاك النبي، بمعنى أنني أنا مثلا في الرباط بغيت نصلي وتكون صلاتي مقبولة خصني نشد الطيارة نمشي للمدينة المنورة نسجد نصلي في الحجرة ديال السيدة عائشة، هذاك هو البلاصة الوحيدة اللي مقبولة فيها الصلاة. كان عندهم هذا اعتقاد فاسد، ربي في كل مكان وعبده في أي زمان ومكان. فإذا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن علي مسجدا. نقف اليوم عند عند العدد ديالهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. اختلفوا في العدد ديال هاد الناس، واش كانوا ثلاثة ياك، واش كانوا ثلاثة والرابع الكلب، واش كانوا خمسة والسادس هو الكلب، واش كانوا سبعة والثامن هو الكلب، يا ترى بالضبط شحال العدد ديالهم؟ سيدي ربي تيحسم في القضية وتيقول قل ربي أعلم بعدتي، قل ربي أعلم بعدتي. معلاش؟ لأن ماشي الهدف هو شحال كانوا، واش ثلاثة واش خمسة واش سبعة، ماشي هذا هو الهدف. راه الهدف هو شنو العبرة؟ أن هاد الناس نعسوا واحد المدة زمنية طويلة ثلاثة قرون واحد أفاقوا كأن شيئا لم يكن، هذه هي الحكمة. أما العدد ديالهم يكونوا حتى 40 ما عندها معنى، لأن كون كانت فيها شي حكمة وكون كانت فيها شي حاجة ستفيدنا كان ذكرها لنا الله تبارك وتعالى. فمادم أنه خلاها هكذا ما حسمش في الجواب، فبمعنى أنه العدد عرفتش شحال العدد ديالهم، لن يزيد ولن ينقص، ولا حاجة لنا بالخوض في أعدادهم، ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة وتامينهم كلبهم. فإذا المهم ماشي هو معرفة العدد، ولكن المهم هو الاعتبار بهذه القصة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. ما تدخلش معهم في الجدال بزاف مع أهل الكتاب، لأنه يقول لا كانوا ثلاثة، لا كانوا خمسة، لا كانوا سبعة، لا كانوا كذا. فلا تماري فيهم، يعني ما تبقاش تجادل معهم وما تبقاش تناقش معهم في عددهم، لأنك لن تصل معهم إلى نتيجة. وماشي هذا هو المقصود، وماشي هذا هو الهدف، وإنما الهدف هو كيفاش أن هاد الناس 300 عام وغادي يفيقوا. أذكر واحد القصة وقعت للشيخ الجليل الدكتور سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى، الشيخ الشهيد. هذا الرجل شي مرة كان دار شي محاضرة، ولما انتهت المحاضرة جاء عنده واحد من الطلبة وقال له يا أستاذ، كانت المحاضرة حول القصة ديال سيدنا يوسف، حكم أنه كانوا شباب فالشيخ رحمه الله دار لهم موضوع ديال القصة ديال سيدنا يوسف. فقال له عندي واحد السؤال. قالوا تفضل، شنو السؤال ديالك؟ قال السؤال ديالي ديك اللي قال الله تعالى في شأن يوسف لبث في السجن بضع سنين، هذيك بضع سنين هي بين ثلاثة وتسعود، ولكن شحال بالضبط؟ بغيت نعرف العدد ديال ديك السنوات التي قضاها يوسف عليه السلام في السجن. فبالفطنة والذكاء والنباهة ديال الدكتور سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى في اليوم السعيد، فقال له لبث في السجن بعدد فرائض الوضوء. عدد السنوات التي لبث يوسف في السجن هي نفسها العدد ديال فرائض الوضوء. فالطالب بسرعة قال له وكم عدد فرائض الوضوء؟ فقال له هذا هو السؤال اللي خصك تسول، هذا هو اللي غيسولك عليه سيدي ربي،
انك مسلم وما كتعرفش شحال الفرائض ديال الوضوء، شحال العدد ديالها، اما شحال دوج في السجن، واش سنتين واش ثلاثه واش اربعه واش خمسه واش سبعه، هذا ما عنده ما غينفعك ما غيضرك ما غيزيدك ما غينقصك، ولكن بالمقابل اللي ما كنتش كتعرف عدد فرائض الوضوء هذا سيضرك في دينك، سيضرك في دينك. فاذا سيدي ربي كيعلمنا هذه القضيه هذه، فلا تماري فيهم احدا، ياك فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم احدا. نتوقف عند هذا الحد، شكرا جزيلا على الوفاء والمتابعه، الشكر لكريمه بن نكس في اخراج هذه الحلقه، كان معكم من وراء الميديا عبد المجيد امزال. لا تنسونا من دعواتكم المباركه في هذا اليوم المبارك السعيد، نضرب لكم موعدا باذن الواحد الاحد في الجمعة المقبلة من برنامج إن في الجمعة ساعة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن في الجمعة ساعة، فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية. إن في الجمعة ساعة مع عبد المجيد أمزار.